موضوع نقل المعلمين، هناك يعني كثير من المشاكل، هناك تكدس للمعلمين في المناطق، وهناك مناطق تعاني تحتاج إلى معلمين ولا يتوفر هؤلاء المعلمون والمعلمات، طبعا هم يعانون كثيرا من التنقل. ألا تستطيع الجامعة الإلكترونية أن تقدم شيئا للطلبة هناك وللمعلمين على حد سواء، بحيث نعفي هؤلاء المعلمين من وعورة الطريق ولا نحرم الطلبة من متعة التعلم؟ إن شاء الله بالدعم لما نوجد المنصة الموحدة إن شاء الله، سواء للتعليم بصفة عامة، نستطيع أن المعلم في الشرقية أو من القنفذة أن ينقل للطالب في عرعر أو الطالبة بسهولة. والشيرنج نولج هو اللي نهدف أيضا أن الطلبة يتشاركون، تشارك المعرفة هذا هدف، ولكن لابد من إيجاد المنصة، ونبغى دعمك بوجود المنصة، وبإذن الله يستطيع المعلمة من بيتها أنها تلقي المحاضرة ويسمعها الجميع. أنا من هنا أتعهد بإيجاد هذه المنصة، والآن أصبحت الكرة في ملعبكم، ننتظر تحقيق ما تكلمت عنه. شكرا شكرا لك.